لعبة الجولف هي فن ويعني فن راقي وجميل وبدها تركيز كثير ويعني فيها فنيات كثيرة يعني. بس المدربين هون ما قصروا يعني معنا، ورونا كيف تركز تعطي تنشن تسدد. أنا أول مرة صراحة أمسك المضرب، لعبة فردية، واللي متعود على الألعاب الجماعية شوي بحسها صعبة بس مسلية، هيك طلعت من الروتين تاع كرة القدم وإشي جديد تعلمته. الفكرة عن الجولف يمكن أنه هي سهلة، بس هي فعلياً طلعت كثير صعبة اللعبة وبدها ممارسة عشان الواحد يعرف يتحكم بالضربة أكثر. أجواء حلوة، الناس الموجودين معنا كلهم ما شاء الله عنهم مذيعين وفنانين ورياضيين، كلهم يعني مستمتعين يعني بالأجواء اللي احنا فيها يعني. ولعبة الجولف أكيد لعبة ممتعة وشيقة يعني. أكيد هدف الأساسي من التجربة كلياتها هو بداية نشر رياضة الجولف، تعريف الناس أنه في رياضة وفي اتحاد بعني بالرياضة ومهتم بقاعدة الناشئين وبقاعدة جميع فئات المجتمع تمارس الرياضة، وكمان نورجيهم أنه في عنا ملعب زي ملعب واحد أيلة على أعلى مستويات.